مساء الخير مشاهدينا، مرحبا بكم في موعد جديد رونديفو 9 على قناه 9 كالعاده. رافقني في محمد بوغلاف، مساء الخير، مرحبا بك. مرحبا. الليله باش نخصوا نقاشنا لمستجدات ملف الشهيدين بلعيد والبراهمي، اخر المستجدات ايضا في علاقه بما سمي بالجهاز السري لحركه النهضه اللي حكيت عليه اليوم لجنه الدفاع عن الشهيدين في نقطه اعلاميه خصتها لاطلاع الراي العام على اخر المعطيات في علاقه بالقضيه هذه. باش تكون حاضره اليوم معنا ايمان جزارة، عضو هيئه الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي. الليله زاده كان المفروض نحكيوا على الاستقالات الاخيره صلب كل كتله نداء تونس، لكن في اخر لحظه طارق الفتيتي وايضا علي بالاخوه يقروا انهم ما يجيوش للبرلمج ويعتذروا في الدقيقه الاخيره بعد ما كانوا اكدوا لنا اليوم انه باش يكونوا حاضرين معنا. على كل نبداو نقاشنا ونبداو بالفلاش نيوز. أعلنت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في ندوة صحفية عقدتها صباح اليوم أنه قاضي التحقيق 12 وجه لمصطفى خضر تهمة القتل العمد بالنسبة وعدة تهم أخرى دايوغ في ملف شهيد محمد البراهمي بعد الاطلاع على وثائق الغرفة السوداء اللي كانت في وزارة الداخلية. ومن الوثائق اللي تم اكتشافها في تلك الغرفة وثائق تؤكد وجود جهاز سري لحركة النهضة وتثبت علاقة وتعاملات لي مصطفى خضر مع الحركة. مصطفى خضر أقر علاقته بحركة النهضة، بحزب النهضة، أقرها هذه. وعنا العديد من الوثائق، وليس من باب الطرف أنه قاضي التحقيق يوجه له التهم هذه، يوجه له تهمة القتل العمد، باعتبار أنه قاضي التحقيق الآن هذا قاضي تحقيق 12 يبحث في ملف الشهيد البراهمي. نقطة إعلامية جديدة لهيئة الدفاع عن الشهيدين، معطيات جديدة تجي بعد الاطلاع على وثائق الغرفة السوداء اللي كانت في وزارة الداخلية. إذا تسمح لي ملاك قبل ما نعلق على الخبر هذا اللي هو محور الرئيسي في حلقة اليوم. أنت قلت زوز ضيوف اعتذروا، طارق الفتيتي وعلي بالاخوة. أنا ما نشاركش في إعداد البرنامج إلا في حدود ما يطلب مني، كي تكلمني رئيس التحرير أعلمتني أن الضيف هو طارق الفتيتي. وقت اللي نعرف شكون الضيف بعد ما كان علي بالاخوة من الأول دايوغ، التفاصيل ما نعرفهاش أنا، بعثت لي قالت لي طارق الفتيتي. وقت اللي نعرف شكون الضيف يعني نخدم خدمتي، نشوف شو آخر تصريحاته، واش قال، واش ما قالش. إذا اليوم مثلا طارق الفتيتي تكلم في الجلسة العامة، اتهم موظف في مكتب الضبط بمجلس النواب قال رفض أنه ياخذ استقالة، يلزمنا نثبت، نتصل بإدارة مجلس النواب، نتصل بالنائب المعني بالأمر. بعد بعثت لي زميلتنا سلمى بوراوي قالت لي لا راهو اعتذر سي طارق الفتيتي مش يجيس علي بالاخوة. وقتها لا فلاشي بارتي سعلي بالاخوة النجم نزيد عليه كم بالصبر. توا قبل لا ندخل للمباشر تقول لي رئيس التحرير اللي سي طارق الفتيتي طلبها نائب الشعب طارق الفتيتي قال لها راهو ماهوش جايك سعلي بالاخوة وما جايك حد، وراهو سي محمد بوغلاب في بالي به شكون كلم، واذا يقول اي كلمة علينا انا ندخله للحبس. نائب الشعب اللي يتمتع بالحصانة يهدد فيا أنه مش يدخلني للحبس. قولونا كيفاش تخدم الصحافة، كيفاش تخدم الصحافة؟ يجي طارق الفتيتي نقوم نبوسه من جبينه، يعني اللي يخدم يا ولا ما تحدي يعمل مني. بيه والله شنو المطلوب؟ ماذا بينا يقول لنا طارق الفتيتي شنو المطلوب؟ هيا سيدي المطلوب مني يعني وقت اللي كان جاي سي طارق الفتيتي، أنا كلمت عبد الرؤوف الشاب النايب اللي يفترض هو يعني الموظف رفض ياخذ استقالة اللي صارت مع الحادثة، كلمته معناها سيدي سيدي يعني نقول له اشكي فيا سي طارق الفتيتي، تو النواب سامحني بعض ما عنده قلة الحياة عادي تو يجي في الجلسة العامة ويسبني، يسبني نشكي بيه، يسبني نشكي بيه، عنده حصانة مش توفى بعد أشهر، نستنى توفى الحصانة ونتبعه في القضية كما عملت مع فيصل التبيني. حقك. شوف عبد الرؤوف الشابي يقول لي احنا اجتمعنا قبل 3 ايام قالوا يتذمروا النواب نتاع الوطن الحر من التهميش
في نداء تونس. قالوا مش نستقيل، قال قلت انا ما نستقيلش، نعاود في الكلام اللي قالوا لي عبد الرؤوف الشابي. قال طلبنا سليم الرياحي، قال لنا لا ريفو ما تستقيلوش، ارزنوا شوي. قال استقالوا ستة. قال طلبت منهم اني قلت لهم مانيش نستقيل وما تقدموش الاستقاله معنا. قال لانه هو صارت له قبل تقدمت الاستقاله باسمه، قال ما نعلمش. الاستقاله هزها اسيستون تاع النواب. سي عبد الرؤوف الشاب يقول لي اللي كلمت مكتب الضبط قلت له كان حد جاب لك استقاله باسمي ما تقبلهاش. هذا كلام عبد الرؤوف الشابي. واضح. شنو هو سامحني؟ لا باش نزيدك. لا تفضل تفضل. لا باش نزيدك. معطيات لو حضر سي طارق لفتيتي نائب الشعب المحترم. واكثر من مره. اللي هدد فيا باش يشكي بيا، كنت باش نساله مش نقول له هل قابلت بحر جلاصي بواسطه من يوسف الجويني؟ وانه سي البحر الجلاصي تعرفوه طبعا، عنده حزب وقت عمل الكتله في وقت المجلس التاسيسي انه ناوي يعمل كتله. فما حديث على فلوس ما انه هو غاب ما جاش طارق لفتيتي. زيد باش يدخل في التفاصيل. واضح. اما نائب شعب ما يحضرش في البلاتو ويهدد صحافي انه يشكي به، انا نقول له تضرب لي على الطياره. نقول له تضرب لي على الطياره. المجلس اللي تحتمي به بعد اشهر ستخرج منه. اما انك تمارس نفوذك باش تولي ترهب الناس وتهددهم، هذا يبان منطق. منطق الديمقراطيه؟ بعد يحل فمه ويطلع يحكي على انا شعب تحكي عليه. انا شعب تحكي عليه. اذا انت تحب تكملنا افواهنا شو تحب تحضر تخطب علينا؟ جوستومون عندك بوان دو فيو لا يحب في البرنامج بالمنطق بالحجه. يتفضل يا سيدي ما خذيتش شهاري يعني. وجاء اكثر من مره ما خذيتش شهاري من عند سليم الرياحي. ما وعدنيش بحر جلاصي بشهريه. ما وعدنيش. نهار اللي خرجت من الحوار التونسي خرجت بقدري. وعمر تسمع مني ما نقول كلمه لا فيها ولا باهيه لا خايبه، نذكرهم كان بالخير. ونهار اللي نخرج من التاسع نذكرهم كان بالخير. اما هذه واحد عامل لي روتور فاي فيان ويحكي، سامحني مش جاي للبلاتو هذايا وقال لنا اللي هو اش قال كي جاي لنا؟ لعل عندنا معناها الزايمير. ما قال استقالوا ماشي نداء تونس للمشروع الكبير. وقت الانصهار صحيح. قال للمشروع الكبير وبعد قال الاندماج خيار الأغلبية. الاندماج والانصهار خيار الأغلبية. بعد شولا توا اللغة اللي بتاع اليوم يتهم في اسماعيل السحباني وسميرة الشواش. اسماعيل السحباني جديد في الوطن الحر، ما يعرفوه هو المستشار الأقرب تاع سليم الرياحي. فاق اليوم فاق اليوم هذه طبقة سياسية نتعاملوا مع السياسيين سامحني ولا مع باندية مع زوفرة. يهدد صحافي دخلوا للحبس على خاطر سأل النائب هل قدم استقالته أو لا؟ واللي هي في خضم خدمتك في قلب الخدمة نتاعنا في العمل الصحفي نتاعنا نثبتوا بالمعلومة معناها. خلي التوانسة يعرفوا النواب نتاعهم شكونهم وشنو المستوى نتاعهم. ما يحضرش ويهددني دخلني للحبس، دخلني للحبس. إذا يقول بروحه راجل يدخلني للحبس. للاسف للاسف كنا نتمنى يحضر ومش بالمنطق هذايا منطق التهديد، لانه اللي قام به محمد بوغلاب ولا اي صحفي يخدم في خدمته كما يجب لي بحسب المعايير المهنيه راهو باش يهز تليفون باش يسال على المعلومه. وجرب يحل فمه في المجلس ويقول كلمه فيا والله الا من عامله بالمنطقه لا يستحقه. يحب منطق بحر جلاصي، هو يحب منطق سليم الرياحي. على العموم نرجعوا للفلاش نيوز نتاعنا، نرجعوا للخبر الاول. مساله هيئه الدفاع اللي توجه تهمه القتل العمد لمصطفى خضر، هذه اخر المعلومات اللي ادلت بها في نقطتها الاعلاميه محمد بوغلاب. لا مازال مش تتواصل القضيه هذه، انا نعتبرها هي اهم قضيه في تونس اليوم يلزم تتفصل قبل الانتخابات. ولات متشعبه برشا، ولات متشعبه برشا. يلزم تتفصل قبل الانتخابات. نواصلوا اخبارنا وين دعا النائب بمجلس نواب الشعب طارق لفتيتي رئيس مجلس نواب الشعب الى فتح تحقيق في ملابسات عدم قبول موظف بالبرلمان لمطلب استقاله اليوم احد استقاله احد النواب صبيحه اليوم لمكتب ضبط البرلمان حسب تاكيده. من جهته اعتبر محمد النصر انه هذه الممارسات غير مقبوله وسيتم البحث في ملابسات الحادثه. اليوم نائب او عضو مجلس نواب يقدم استقاله يرفض العون في مكتب الضابط باش يقبلها. شوف محلانا شوف وين وصلنا وهذه اخرتها معناتها.
بيتي علت جات التعليمات. اشكون هل يعطي في التعليمات؟ شكون اللي يعطي التعليمات واللي ساير في مجلس النواب؟ ولا هذه مسألة من المسائل اللي حبينا نطرح الأسئلة التي تطرح من قبل الرأي العام كي يخرج هو ويتكلم هكا. حبينا نستفسر احنا من موضوع ميبون هو إلى شوزي. أنا اتصلت بإدارة المجلس. النائب طارق لفتيتي لا يقول الصدق. لا يقول الصدق تساوي يكذب. وهذه لا هي ثلب ولا هي شد. وش قال لك مكتب المجلس؟ لا يقول الصدق. الاستقالة هزها أسيستا مساعد. الموظف اللي في مكتب الضبط هز التليفون كلم مدير مكتب الضبط شاوره قال له راه جاتني استقالة مش من صاحبها نقبلها أو لا. قال له تقبلها. عمل له ديشارج. عمل له ديشارج على الاستقالة. إذا يحب يكذبني إذا يحب يكذبني الديشارج موجودة والاستقالة تقبلت. إذا يحب يكذبني يتفضل. هو التحقيق مش يسير كما قال رئيس المجلس محمد الناصر. الموظفين بتاع مجلس نواب الشعب ناس إداريين يخدموا على رواحهم يقدموا في التسهيلات لأعضاء مجلس النواب من المعيب اتهامهم مثل هذا الاتهام. قال ناطق رسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري إنه الحركة لم تتخذ قرارها بعد بخصوص الشخصية اللي باش ترشحها أو باش تدعمها في الانتخابات الرئاسية القادمة. وأوضح الخميري إنه مؤسسات الحزب تعمل على إعداد تصور خاص سواء بالرئاسية أو التشريعية وباش تعرضوا في وقت لاحق على مجلس الشورى للمصادقة عليه. وأكد في نفس الوقت إنه الحركة معنية بالانتخابات الرئاسية إما بتقديم مرشح ينتمي للحركة أو دعم مرشح من خارجها. هذه آخر تصريحات عماد الخميري. نجم نقولوا ينفي نوعا ما اللي قالته يمينة الزغلامي في وقت سابق. لا والله يعني ذو اللي تبادل أدوار تو يبشروا فينا اللي راشد الغنوشي مش يترشح. إيش نعمل أنا؟ يترشح فليترشح هو ومن شاء. يحبش الخضار اللي نقضي من عنده يترشح يتفضل يترشح. مش هون المشكل. المشكل هو في أنه 70% حسب آخر ما نشرته جريدة الصباح مع مؤسسة إمراد من المستجوبين ما يعرفوش. وهذا فأنا ما يعرفش لكم شان يصوت. ما نادي كونكتي. أنت كتشوف عدد اللي شاركوا في الانتخابات البلدي يعني سامحني عندك 8 مليون ناخب أو أكثر يشاركوا منهم 1,600,000. شو معناه؟ كيفاش معناه 1,600,000 واحد؟ هما يقرروا اختيار يعني متاع شعب كامل. كيفاش التوانسة يسلموا في مصيرهم؟ وهل واعين هما السياسيين نفسهم محمد عارف اللي الناس في قطيعة اللي هما قاعدين في برجهم العاجي يحكيوا في كلام والناس ماشية في طريق واحد آخر جملة؟ انت في بالك متقلقين. أنا اليوم نسمع في عضوة من ليزي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحكي تقول المشكلة ما عندهمش رئيس لكن هما قاعدين يخدموا. فاش قاعدين يخدموا؟ فاش قاعدين يخدموا؟ نحب نعرف. على الأقل يا سيدي حينوا السجل الانتخابي. الناس في 3 مليون ناخب هذم اللي ما همش موجودين في السجل الانتخابي. الموقع ما يخدمش كيفاش باش يتحين؟ فاش يخدموا ماله؟ باش ينجموا حتى اللي ما سجلوش ينجموا يسجلوا قبل الانتخابات قبل بوقت كبير. وهذه هي الخلافات في وسط الهيئة وين توصلنا اليوم؟ وانا حكيو على حركة النهضة. حركة النهضة هل من مصلحتها عدد الناخبين يزيد؟ هي عندها نواة صلبة نتاع الناخبين نتاعها. ثم لون ويدور متاعهم مضموني. اي اما نقصت برشا في الانتخابات البلديه محمد بوغالي. باللي نقصت يهزوناش الواد مجر ده ما يصوتوا كان للنهضه. وهو هذا حومه احرار. الخيار السياسي حريه. يعني كيما ما نقبلش يجي واحد لليوم يتجلطم يقول هذا كان تجمع ايش يهمك فيه؟ كان اللي كان يكون نهضوي حر. حر يعني ما نشاطروش يعني لا الاول لا الثاني نشاطروا الفكر متاعه. لكن هو حر. انت ما تنجمش تعمل حياه سياسيه بحزب واحد. كيفاش انتوما طبقه سياسيه واحزاب فوق ال 200 حزب ترضاه انه حركه قادره ب 400,000 صوت تنجم تفك لكم معناها مجلس نواب وتفك لكم رئيس الجمهوريه. يا اخي تمركز السلطه تمركز الناخبين حول حزب واحد هذه ديمقراطيه؟ تقبل ما كنا زاد نعملوا انتخابات مش كانت ثم صنادق وثم حملات انتخابيه وثم مرشحين ما كانت ثم هذا الشكل فما تاع الاكل الشكليات عندنا اما المحتوى شنو هو؟ كيفاش
ريت احزاب سياسيه قاعده تتحرك اليوم باستثناءات قليله. باستثناءات قليله باش ما نظلمهمش، اللي قاعدين يدوروا ويجتمعوا بالناس في وتله في حديقه حيوانات، المهم قاعدين يدوروا على الناس. لكن تشوف فما الناس يعني توصلهم الاحزاب يكلموهم يخاطبوهم يفهموهم راهو الانتخابات هذه مصيريه. فيضانات نابل، ما هم كلهم هبوا هبه واحده لنابل وقت اللي صارت هيك الخسائر الكبيره اللي عرفتها الولايه، بعد عملوا شي حاجه للناس هذوما؟ مش عندهم ما يعملوا؟ مش عندهم ما يعملوا؟ تلك كلام ساهل. مش عندهم ما يعملوا؟ مش مطلوب منك انت يا اخي في مش مطلوب منك يا سيدي، مش مطلوب منك تعمل لا تقدم مساعدات، انت دورك كحزب مو عندك مشروع مجتمعي، قدموا للناس، اشرحوا للناس، قول لهم هاو شو نقترح عليكم في الخمس سنين الجايين، لو نوصل للحكم هاو القوانين اللي نمشي قدمهم، هاو شو تعمل في القطاع العام، هاو شو تعمل في الصندوق الاجتماعية، هاو شو تعمل في العلاقات الدولية، رجع العلاقات مع سوريا ولا؟ ان التعامل التجاري مع تركيا والصين نخلي كيك عجز تجاري قدامهم واني نتفرج والا نتصرف. فاش قاعدين يعملوا في هذا؟ فاش قاعدين يعملوا؟ هاك تشوف يا سيدي، توا هذا قال ماشي لمشروع كبير، مشروع وسطي، سي طارق الفتيتي على لسانه وطالع كما نكا. قال مشروع مجتمعي معناه يعني عائله وسطيه ومشروع كبير. في الاخر يعمل تليفون يقول لو نتكلم هذه يحطني في الحبس. تاني ما عملهاش من علي. على الاقل كانوا قبل يعملوها بالستره. ما معناه ما يهددكش بالطريقه المباشره. هذه حياه سياسيه ويطلب منا احنا باش نحكيوا عليهم هم. عاد والله العظيم كانت استدعاني في برنامج عن الحيوانات الاليفه ان نبذل مجهود ونحضر ونقدم اداء افضل من اللي نحكي على الطبقه السياسيه مع احترامي للمحترمين فيهم. قال ناطق رسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري انه المنظمه الشغيله معنيه بالانتخابات القادمه موفقة السنه الحاليه، وان المشاركه باش تكون اما بقائمات مستقله او بدعم اطراف سياسيه اخرى، واوضح انه سيدعو اذا لم يترشح احد من المنظمه الشغيله فانه سيدعو التونسيين الى التصويت للاحزاب والمرشحين اللي يدافعوا عن الشغالين واللي لم يصوتوا على قرارات ضد مصلحه العمال. أني الحقيقة تو هو الاتحاد يعني ديما في تماس مع الموضوع الملف السياسي، خاطر شو الملف الاجتماعي؟ الملف الاجتماعي في جوهره هو سياسي. أما الدخول إلى الانتخابات بشكل مباشر نتمنى أنه الاتحاد ما يعملش هالخطوة. الاتحاد شارك قبل في الانتخابات، شارك في انتخابات المجلس القومي التأسيسي غداة الاستقلال عام 56. قائمات يعني للجبهة الوطنية اللي تعملت وقتها. وشارك في الانتخابات في قائمات يعني الحزب الحاكم في انتخابات 81. هي ربحش حاجه الاتحاد من زوج تجارب هذوما. التجربه الاولى سيدي يقول يعني تاسيس الدوله الوطنيه، في تجربه 81 شو اللي استفادوا؟ احنا الكل نعرفوا الانتخابات 81 تم تزويرها. انتخابات 81 هي فرصه حقيقيه ضاعت على تونس لتكريس الديمقراطيه. وقتها كانت حركه الديمقراطيين الاشتراكيين لام دي اس بقياده احمد المستيري ربي طول في عمره، كانت هي معناها يعني الايقونه بتاع المعارضه في تونس. فماش ارقام رسميه، لكن تقاطع الروايات بما فيها ناس كانوا في السلطه وقتها تقول انه لام دي اس ربحت الانتخابات. الورقة كانت طابت خضراء لأن اللون الأخضر نتاع الام دي اس طابت في الصندوق خضراء تخرج حمراء كل حنة. هي الاتحاد مش يدخل علاش يكسر في خلقته في يعني تدخل في عملية سياسية مباشرة؟ أنا لا أنصح بهذا. حبا في الاتحاد أنه يدعم قائمات يدعم، أنه يطلب من منظوري سامحني أنا النجم، أنا منخرط في الاتحاد، منخرط في الاتحاد عندي قناعات، وانت منخرطه في الاتحاد عندك قناعات. يعني انك تكون في الاتحاد العام التونسي للشغل فما قيم تجمعنا، الدوله معناها الاجتماعيه، قيم العداله، هذا اللي يجمعنا. لكن مش بالضروره نتفقوا في كل شيء. تنجم تكون انت تحب تصوت لافاق تونس وانا نحب معناها نصوت يعني مثلا المنصف المرزوقي، انا اعطيتك احتمال. معناها فيه حتى احراج للنقابيين لقواعد النقابيه، تدعم ترشحات معاك، تدعم مرشحين اللي انت تقول هذم يعني من انصار الطبقه الشغيله معاك، اما انك تدخل بقائمات تحمل شعار الاتحاد وتحمل لواء الاتحاد و... ما
مانيش الحقيقه مع الخيار هذايا، وكثير من المترصدين اخرها نقرا في تصريح لرضوان المصمودي نتاع مركز الاسلام والديمقراطيه يحذر قال لك هذا الاتحاد دخل اكثر من اللي يلزم في موضوع السياسه. انا لا انصح الاتحاد بانه يدخل في المعمعه هذه الانتخابيه بشكل مباشر. هو قوه من نقاط القوه في الاتحاد اللي هو مؤسسه ديمقراطيه اللي حتى المنتمين ليه من مختلف المشارب السياسيه، يعني ما تلقاش تيار، تلقى القوميين، تلقى اليساريين، تلقى الاسلاميين، وكلهم منخرطين من تيارات ومشارب مختلفه. دونك مؤسسه ديمقراطيه 100% نعرفوها، هذا يعني اللي عرفناه على الاقل تاريخيا على الاتحاد العام التونسي للشغل. شوف فما مثل يقول السلطان ان تكون بعيدا عن السلطان. أكد مدير التحكم في التكنولوجيا بشركة تونسية للكهرباء والغاز نجيب شتورو أنه مشروع شبكة الكهرباء الذكية سينطلق في ولاية صفاقس على أن يتم تعميمه على كامل الجمهورية سنة 2027. هذا وأضاف أنه المشروع هذا باش يحسن نظام فاتورة الاستهلاك ويتحصل المستهلك على فاتورة استهلاك مطابقة للعداد، وهذا ما باش يمكن من التخلي تدريجيا عن الفاتورة التقديرية دون الحاجة إلى رفع العداد من طرف أعوان ستيك. استراتيجية ضبطنا لها للشبكة هذه. الهدف الأول تحسين، كل التحسين تتعلق بالفوترة، مش يولي الحريف، معناها ينجم يتحصل على فاتورة استهلاك مطابقة للأرقام الموجودة في العدادات، ينجم ياخذها بشكل شهري ويوقع معناها التخلي تدريجيا على سكون ابيل الفاكتور انترميديير. اثنين معناها ما عادش نعملوا ريليفابي، مش جينا لانفورماسيون ا ديستانس. هو التسميه صحيحه نسميوها ان كونتور كومينيكون، معناها عداد متصل اكثر منه عداد ذكي. عداد ذكي. بخلاف هذايا ثم برشا معناتها يعني خدمات مش تتحسن للحريف، معناها كان يطلب اوغمونتاسيون دو بويسونس مش بنعملوها له ا ديستانس. مشروع شبكة الكهرباء الذكية ينطلق في صفاقس أولا ثم يعمم على كامل تراب الجمهورية من هون 2027. يعني تعرف أنت يعني تقول مش نعمل المشروع هذا في المهدية، قلت علاش في المهدية؟ الصباح أنا كي تعدى يعني في شمسة فهم سألته قلت له علاش في صفاقس؟ باش تبدا الصورة واضحة، أعطاه تفسير علمي أنه في صفاقس ديجا بدات يعني فما كونسيبت كامل نتاع الرقمنة. واضح. يعني يحبوا تكون يعني الموديل، يعني وكأنه النموذج اللي مش يتعمل يبدأ في صفاقس يتم تقييمه، وبناء على التقييم للتجربة هذه اللي على أساس فيها 2021 سيتم تعميم التجربة على كامل التراب التونسي إلى عام 2027. استاج مونوبول في البلاد، أنت كي تجي تدخل الضوء وتمشي يعطيك الكونتراتو ينجم يكون فيه 20 ورقة تضيع وقتك تقراه، ما تقراش اصلا. علاش؟ لانه انت ماكش مخير، اللي يحط لك في العقد تصحح، في القانون اسمه عقد اذعان، من نتكور وحدها. نقول الكلام هذايا مش يعني لاني عندي مشكله مع ستيك، ستيك توز مؤسسه وطنيه وقدمت ومازال، لكن هذا اللي تعمل فيه انه شبكه كهرباء ذكيه يلزم نفهمه انه ستيك لازم تدخل مرحله جديده. هذه هي متاع انه مازلنا يجي يدق عليك في الدار ولا ينوقز وانت يكون الكونتور في وسط الدار ويقعد يشقق لك الدار، مازلنا غادي، مازلنا رفع العداد بالطريقه هذه، والضوء اللي تمشي في الشارع تبدا في وسط النهار وهي مازالت تشعل ويقصوا في الليل، ومازلنا يمشي عاون يعني رفع العداد ياك الطريحه يفترض هذا عن بعد. وصارت محمد بوغلاء، صارت ورفعوا قضايا كريمون، شكون يسمحهم يمشي يخدم على روحه وياك الطريحه؟ دونك انك انت تجيك الفاتوره كل شهر، شو هذه وحده معناها يعني فاتوره تقديريه، وانت تلاحظ فما مهما تكون تفسيرات استيك فما عدم ارتياح، فما عدم ارتياح عند الناس معناها للطريقه هذه. قلل من الاحتكاك مع المواطن، قلل من الاحتكاك معاه، تجي فاتوره شهريه يعرف يستهلك. وقت اللي نسمع انه يمكن للمستهلك يطلب، للمشترك في ستاك يطلب التخفيض يعني في البويسانس نتاع الضوء اللي عنده في الدار، هذه الخدمات اللي فيها قيمه مضافه يلزم نمشيو لبالي اخر، في ستاك في السوناد في الاتصالات في كل شيء، يلزم نكونوا عايشين العصر نتاعنا.
احتلت تونس المرتبة الخامسة إفريقيا و82 عالميا في تقرير أفضل الدول لممارسة أنشطة الأعمال سنة 2019 اللي أصدرته مجلة فوربس الاقتصادية الأمريكية، وتمكنت تونس من تحسين تموقعها بخمس نقاط مقارنة بتقرير 2017. نذكروا اللي تقرير هذا يعتمد على 15 عامل للتقييم بما في ذلك حقوق الملكية والابتكار والضرائب والتكنولوجيا والفساد ومدى حماية المستثمرين. والله شوف، أنا عملت عملية بسيطة، دخلت على جوجل كتبت انفستير، مرة نحط يعني جزيرة موريس، مرة المغرب، ومرة تونس. اش طلعت لك الحكاية؟ قلت نعتبر نفسي يعني رجل أعمال، إن شاء الله ربي يسمع مني، هو مقابل نهار جمعة ونختار وين مش نستخدم. تقعد أنا في الصحافة ولا ما نجاوبكش خير؟ شو اللي خليني نستثمر في تونس ولا نمشي للمغرب ولا جزيرة موريس؟ كي تكتب انفستير الموريس اش تلقى؟ شنو هما العوامل اللي يخليوك حتى بالعربية، حتى بالعربي تلقى عندهم المعطيات، لأنه ما تنساش تعرف انت جزيرة موريس عندنا فيها معناها ولد بلادنا، طبعا صخر الماطري ننساو هذا، فاش يعمل غادي؟ يبيع في الحنة، ما عنده الفلوس. والخليجيين كثير منهم يمشي الغاد، يقول لك جنة على الأرض، إيش تلقى؟ تلقى انخفاض الجريمة، السلامة والأمن، سيادة القانون، الشفافية، الفرص الاقتصادية المستدامة، تلقى أنه نظام ديمقراطي برلماني، تلقى أنه الفصل بين السلط، لا بون غوفيرنونس، تلقى أنه استقلالية القضاء. هذم عوامل يشجعوك على أنك تمشي. تقول أني غادي كي نتعارك مع موريسي ونشكي نلقى حق. تدخل للنفس يعني تفركس بنفس الطريقة، invest in Morocco، اش تلقى؟ سبعة أسباب تلقاهم هكا، لي سات ريزون كلي اللي تخليك أنت كمستثمر تمشي للمغرب. يقول لك يعني الأساسيات الاقتصادية قوية ومستقر، تلقى أنه لاكسي أن مارشي دو بلو دان مليار دو كونسوماتور. شكونوا هالمليار هذا؟ مش السوق المغربية فقط، المغرب تقدم نفسها على أنها منصة تدخل بها لأسواق أخرى، تدخل بها إلى إفريقيا أنك تصدر منها. تلقى البنية التحتية بالمعايير الدولية، تلقى الموارد البشرية معناها الكفأة كاليفي اي بيرفورمون، تلقى الاستراتيجيات القطاعية الطموحة، تلقى مناخ الأعمال. واضحين تلقى كي تعمل نفس الشيء بالنسبة لتونس. الحقيقة أصعب معطيات قيتها عند يعني الصفحة متاع تونس اللي هو موقع investir in tunisia.tn. إيش تلقى فيه؟ تونس هي الأولى في إفريقيا الشمالية في attractivity دي طالون، ويحيلك يلزمت معناها نمشي مفركس ecosystem كذا، innovation، performance industrielle، development d'éthique، كوميرس الكترونيك. تو هذا مسامحني، احنا هذا من اللي يبيعوا يعني في هذوما معناها دي برودوي دابيل، يعني مرأة مزيانه كي تحب توصفها تحكي على عينيها على خشمها على فمها. شنو هذوما؟ هذوما هم الغاز محطوطين، هم الغاز يا اخي. الناس كيفاش تتواصل تو؟ يعني مطلوب يعني من المستثمر الاجنبي ينجم واحد من باكستان يحب يجي لتونس مو يفركس على الانترنت، انت كيفاش تصور له شنو تقول له على تونس؟ انا بودي انه الناس المسؤولين على تقديم الوجهه التونسيه كوجهه استثماريه يعرفوا شنو يقولوا للمستثمر الاجنبي، شنو اللي يخليه يجي لبلاد. خبر سوق يهم المستهلك التونسي، أعلن شكيبة تريكي رئيس الغرفة الوطنية لمنظومة الدواجن أنه تم الاتفاق منذ قليل في اجتماع بين وزارة التجارة أيضا وزارة الفلاحة والغرفة الوطنية لمنظومة الدواجن على أنه سعر حارة العظم 900 مليم للمستهلك ابتداء من الغد. هذا وردنا الآن. يعني هذا لو كان دنيا نخرج ونقصه على البرنامج ونخرجه عاجل للتوانسة، راي حارة العظم ب 900، التونسي اللي يلقى في حارة العظم ب 1200 مليم، وهذا كان القاها دايوغ محمد بوغلاب معاك. لكن أمان ما نختزلوش التونسي في كرشه، إيش هو مش رد التونسي يعني ما يخمم كان يعني في طحشه
حليب وعظم وفارينة وسميد وزيت، هذا شنو واشغلو؟ هذه بارتي من مشاغلو. نتكلموا نتكلموا عليهم ونتكلموا. انت تونسي كي تخرج كي تخرج للمارشي وتسمعوا تسمع منه التشكيات من النوع هذا يا محمد بوغلاب، مش نعطيك ومش معلومة فقط مربوط برمضان، مربوط تقريبا بكافة الأشهر بقية السنة. مش نعطيك معلومة، قل في صفاقس نهار 7 جانفي والي صفاقس مشى بيدو، مشى هو نفسه، مشى المستودع فيه زيت المدعو. كي تشوف التصاور فانا ظروف يعني الزيت هذا مخزن تقول لا إله إلا الله، هذا كيفاش يستهلكون الناس به. ومشيت معاه لإطارة الجهوية الكل، التجارة، الأمن، منين علموا بالمستودع هذا اللي فيه يعني كم آلاف الأطنان من الزيت المدعو؟ هيئة مكافحة الفساد الفرع متاع صفاقس، هما أعلموا والي الجهة قالوا له راو فلان الفلاني بالاسم راو عنده زيت مدع، هدوا عليه. يلقوا قلت لك آلاف الأطنان. السيد هذا أشهر التالي تشد في نفس الحكاية في نفس الموضوع، تخطى ب 170 مليون خطية من غير أي يعني فماش عقوبة سجنية. واحد عنده أشهر مازال كيتخطى ب 170 مليون يعاود يتشد في نفس الملف، توا ثم 6 موقوفين أو 5 موقوفين، المهم فما موقوفين في صفاقس على الملف هذا. ما بلغني توا سامحني، واحد قلت لك مازال كيتشد وعنده آلاف الأطنان، شو يعني وحده هذا؟ هذا وحده منين يجي فيه الزيت؟ الزيت المدعم هذا كي زيت الحاكم. وش يعمل له هو؟ يعني هذاك يتم رسكلته يولي هاك الزيت يعني اغلى اللي يتباع في هاك الدبابز يعني البلاستيك، في بلاصه تخلها انت زيت الحاكم بدينار تولي تشريها معناها الدبوزه معناها ب 7000 ولا ب 8000، وجزء اخر يتم تهريبه الليبي. السيد هذا مستحيل يكون وحده، اللي عنده الاف الاطنان اسبوعيا من الزيت المدعم يلزم فما ريزو. والريزو شكون؟ شبكه كامله. ريزو شكون؟ هذا ريزوم تاع ناس متنفذين اللي يوفروا له في الزيت المدع. بلغني اليوم انه يحاولوا الملف هذا كي يتمشكى. كيفاش توا نكافحوه الفساد؟ خلينا نتفقوا نكافحوه على البلاتوات. كيفاش نكافحوه؟ ها وقت اللي تحك الركب وفما ناس صحاح وعندها الفلوس والبعض في وزارات والبعض في قطاعات عندهم حصانة، هاو مفروض عن هيئات هي اللي تقوم وتبلغ عن الفساد وتتبع هذه الأبحاث والتحقيقات وتخرج بالأسامي الناس هذوم. ما هو نحكي كارت شورتاب، أنا ما نشريش زيت الحاكم، مرتي ما تحبوش هذاك، تشرط عليا ناخذ زيت الآخر اللي أغلى. به ما عندي إلا أني ننصاع الطلبة ومانيش في صفاقس. يقول القائل شو مدخن؟ مو ساعات تكلمت مرة على السياب قلت شي يمك هذا موضوع يمس فيقسي. علي سفيقس وين ما يشفي الجمهورية التونسية؟ يعني مو مزلت ما بريتش كل مسألة تتعلق بتونس حتى تكون في راس جديد. الملف هذا ملف فساد، ثم ضغوطات يحبوا يمسكيوه الناس سيد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، هذا قلك رد بالك. واضح. أصدرت المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية أمس الأربعاء بلاغ للتذكير بأنه يوم 15 جانفي الحالي هو آخر أجل للترشح لتقديم عروض فنية للدورة 55 لمهرجان قرطاج الدولي اللي باش تقام في صيف 2019، وترسل ملفات الترشح إما عن طريق البريد على عنوان المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية مدينة الثقافة شارع محمد الخامس، أو تودع مباشرة بمكتب ضبط المؤسسة بمقرها الكائن بالعنوان المذكور. شوف أنا مش نحكي على موضوع اللي من يعني عندي علاقة به. أنا خدمت في مهرجان قرطاج 2016 2017 2018، جوتوش لبوا طلع هنا يطلع باللار مشلوح مكلف مكلف بالاتصال. النائب سي فيصل التبيني طلع في المجلس عمل الورقة هيك وطيشها على الوزير
قال اللي ناخذ في 10 ملايين في الشهر. تفضحت وجبدت مرتي وتسبوا والدايا على عقد مع مهرجان قرطاج كان لازم تنجيبولك عقد من فيفري الى ديسمبر قيمته هي 10000 دينار. وكان تحب نقول لكم اخلاقيا ما نجمش، كان تحب نقول لكم غيري قداش يخلص تو نقول لكم. اما عرقت على والديهم هذوكم مهرجان قرطاج شحكي عليه النايب وش تحكي سامحني النواب مو بكلهم يمشيوا بلاش والسياسيين يخلصوا وبعد يطلب من مهرجان قرطاج يكون مثال في الحوكمه. ما ينجمش. انا راه ناس تكتب شنو مشكل مهرجان موازين مع احترامي فما شكون ما يعرفش مهرجان موازين وين يتنظم ما يعرفوش فانا بلاد ها في المغرب ما وين في المغرب مهرجان موازين المواطن المغربي يمشي يتفرج بلاش ما يدفع حتى فرنك. اما وين يتعمل؟ في منصات في ساحات تهز 120000 و180000 متفرج اما يتفرج واقف. الناس اللي تدفع لي سبونسور المستشارين اللي يدفعوا هما للمهرجان هما اللي يخلصوا وهما اللي يقعدوا في الصفوف الامامي. احنا الكونسيبت نتاع مهرجان قرطاج كونسيبت فريد من نوعه انك تخدمه في المسرح الروماني. راه مهرجان قرطاج الناس قصيره الذاكره تعرف وقتاش بدا يا ملاك. الدورة الأولى نتاعو كانت من 26 جوان ل 24 ل 4 جويليا 1964. مهرجان قرطاج راهو تعداو فيه العظماء. تعدى فيه جو داسان، رافي شانكر، ليو فيري، موريس بيجار، مسرحيات موليير وشكسبير، تعدى فيه محمود درويش، تعدى فيه ولاد أحمد، تعدى فيه وديع الصافي، تعدى فيه الهادي جل الله يرحمه، تعدى فيه عبد الهادي بالخياط. تعدى فيه جورج موستاكي العظام هذم الكل. وقتها كان مفهوم معناها الفن حاجة أخرى. الناس هذم يجيوا بكلفة صغيرة. اليوم أقل مطرب يجيك يحب ياخذ 200000 دولار. أنت إيش تعمل كإدارة مهرجان؟ راهو تلقى روحك بين المطرقة والسندان. جمهور يقول لك جيب لي كاظم الساهر. وكاظم الساهر يقول لك أعطيني مثلا يقول لك أعطيني 150000 دولار أو 200000 دولار. والارقام هذه مش قريبه على الواقع، ايش تعمل انت؟ تستجيب لطلب الجمهور ولا لا تقول البلاد مزمره وما فيهاش فلوس والعظم ما فماش والناس جواعه والبرد كلانه وما نجيبوا حد ونعملوا فنانين توانسه، انت شنو الموديل اللي تحب؟ انا والله اشفق على اللي يشد مدير مهرجان قرطاج، لانه قدام معناها الغوغائيه اللي ولات، احنا راهو دوله، شنو اللي ماجدو مارك نتاعنا؟ مش كنت تحكي لي هل احنا وجهه استثماريه واللي احنا الثالثين في افريقيا؟ كيفاش باش تقدم روحك؟ ما تبرمش كان التونسي المغرب اللي نحكيو عليها يسوقوا بها كغيمو مثل هذه المهرجانات والتظاهرات الثقافيه. يلزم تصرف باش تدخل، يلزم تجيب كبار الفنانين وتهون عليهم، يلزم القطاع الخاص ما يخليش وزاره الثقافه تغفق وحدها هي باش توفر معناها الاعتمادات نتاع المهرجان او اللي دخله هو كروسات. هذا الكل يلزم تتضافر الجهود باش المهرجان يكون بالحق يعني جزء من الهويه اللي نقدموها على تونس. المغرب وقت اللي عملت مهرجان مراكش السينمائي يشرف عليه الملك، خو الملك هو اللي يشرف على المهرجان. وقت اللي يعملوا مهرجان موازين المغرب معناها بالنسبه لها تقدم اجمل صوره في المهرجان هذاك. تعرف في مراكش اليوم سكورسيزي المخرج العظيم ولا هو لو بارام تاع المهرجان، السنه جاب لهم روبرت دينيرو. عادل امام اللي ما يمشي لحتى مهرجان مشى لمراكش. شارون ستون جات باش يكرموها في مراكش عدت 15 يوم. احنا نحبوا كان على الفقر والميزيريا ونهار كامل وحنا ننحبوا المسؤولين سراق الوزاره تسرق اجاو انتوما نظموا. ما نقولكش المهرجان مثال في الحوكمه، كل بلاد يعني فيه وعليه يسيروا باللي ينجموا باللي يقدروا. اما الحقيقه ولا مناخ اللي لا يسمح لاي كان انه يعمل. انت تعطي فرصه للفنان التونسي انه يبرز وانه يغني لكن تخليه وحده؟ شو هي الصوره اللي تقدمها انت؟ شو هي لبنان يعني تقدم تجيب تستقطب كبار الفنانين؟ شو هي الاردن تجيب؟ علاش المغرب تجيب؟ علاش الجزائر تجيب؟ علاش السعوديه اللي كانت الناس تمشي لها كان للحج ولا توا تجيب في نانسي عجرم وكاظم الساهر؟ مش نجيو احنا توا ونعاود نلف رواحنا معناها بفراشيه؟
كان نتبعوا المتربعين هذا والله إلا ما نرجعوا 20 قرن لتالي. جولتنا الإخبارية لليوم تقريبا وفات، ما زلنا مواصلين معكم في رونديفو 9. بعد الفصل نستقبل أستاذة إيمان نكزارة عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين بالعيد والبراهيم.